أهلا بيكو حلقة جديدة من برنامجكو 90 ثانية اللي بيقدمه المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر. محتوى المعلومة مهم، ولكن الأهم الوقت اللي بتتقال فيه. النهاردة معانا الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، واللي هيكلمنا عن الكلدان بمصر. أهلا بحضرتك يا بونا. أهلا بيكم هنا عندنا في مطرنية الكلدان الكاثوليك، بنرحب بوجودكم معنا. وجود الكلدان في مصر قديم كطائفة، ابتدى من القرن 19. عوائل كثيرة جت هنا بهدف التجارة، زي ما كتير من العوائل من البشر اللي جم هنا لمصر عشان يبيعوا ويشتروا. كمان الكلدان جم هنا من العراق ومن بلدان كتيرة، زي عائلة بغدادي، عائلة مصلي. بعدين ازدادت العيال دي خصوصا في فترة الاضطهاد والمجازر اللي حصلت أيام السلطنة العثمانية والحرب العالمية الأولى، لكن أكيد قبل كده أيام الهجرة ابتدوا يبنوا الكنيسة بالنهاية القرن 19. الكنيسة الأولى، كنيسة الرعية، كانت كنيسة مار أنطونيوس الكبير في الفجالة. قبلها كان في كنيسة وقف ومدرسة بنتها سيدة هيلانا مصلي، اللي كانت تتبرع بسخاء للطائفة اللي هي موجودة حاليا في شبرا. وبعدين سنة 1951 اتبنت الكنيسة الحالية موجودة هنا، كنيسة الكاتدرائية، كنيسة العذراء سيدة فاطمة. الكلدان منتشرين حاليا في عموم القطر المصري، ما عندناش إحصائية. الإحصائية الوحيدة اللي كانت موجودة عندنا وصلت ل 600 عيلة في منتصف القرن العشرين. الكرسي الأسقفي كان يعني مصر والسودان، زي كل الكراسي منذ أيام العهد الملكي. بنشكر الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكلدان بمصر، اللي كلمنا عن الكلدان بمصر. استنونا في حلقة جديدة من برنامجكو 90 ثانية.